أكد رئيس تنسيقية القوى المدنية التقدم عبد الله حمدوك عدم رغبته في تولي السلطة، مشيرا إلى أن اهتماماته تتركز حاليا على بذل الجهود من أجل وقف الحرب الحالية التي وصفها بالمدمرة وغير الأخلاقية. جاء ذلك خلال زيارة حمدوك إلى لندن للمشاركة بفعاليات لإنهاء أزمة السودان. أما المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيريلو بدأ جولته الجديدة لعقد اجتماعات بشأن الأزمة في السودان إلى كل من دول كينيا وأوغندا والسعودية ومصر. وسيجتمع بيريلو خلال جولته مع قادة المجتمع المدني السوداني ومسؤولي البلدان المضيفة، وأكد على ضرورة وصول المساعدات وحماية المدنيين وإنهاء الحرب، والتزام الحكومة الأمريكية المستمر بدعم الانتقال إلى الحكم المدني في السودان. ميدانيا، أعلن الجيش السوداني أنه أحدث تقدما في منطقة الكدرو بمدينة بحري شمالي العاصمة الخرطوم. وأفاد الجيش بوصول قوات شرطة شرطة وأمن لأول مرة من الحرب إلى مدينة المناجل في ولاية الجزيرة للمشاركة في المعارك على قوات الدعم السريع، مؤكدا أن قواتهم تتقدم في محاور عدة في الجزيرة خصوصا نحو عاصمتها مدني للإسراع في وقف المجازر وطرد قوات الدعم من المنطقة بحسب بيان الجيش السوداني. من القاهرة، الكاتب الصحفي السوداني الأستاذ الطاهر ساتي، مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا. أبدأ معك سياسيا أستاذ الطاهر، دلالات توقيت جولة المبعوث الأمريكي اليوم إلى المنطقة في ظل تصاعد هذه الأزمة السودانية على الأقل في مسألة المساعدات والمجازر التي تحصل في الجزيرة، والأهداف الأساسية التي يسعى اليوم بيريلو لتحقيقها من خلال هذه الجولة التي تستهدف عدة دول؟ نعم أستاذ طاهر، إذا كنت تسمع. سمعتك. نعم، الخبر الرئيسي هو أن المبعوث الأمريكي يلتقي بمن أسماهم قادة المجتمع المدني بالخارج. أزمة السودان بالداخل وليس بالخارج، وأطراف الأزمة معروفين، ليس منهم من يلتقيهم المبعوث بالخارج. هذا المبعوث منذ أن بس المبعوث يا أستاذ طاهر لا يستطيع أن يجتمع برؤساء المنظمات المجتمع المدني اليوم، وصوت الرصاص هو الأعلى في السودان، كيف له أن يجتمع تحت القصف والاشتباكات؟ هو منذ أن جاء إلى السودان يجتمع بتيار محدد في فصيل معين في التيار السياسي السوداني، وعندما يقول أنه اجتمع بالمدنيين فهو يعني أنه في المعروف أن من يسمون أنفسهم بالمدنيين هي حقوق الحرية والتغيير أو التقدم. هذا المبعوث لا يريد أن يفارق هذه المحطة، وهذا أصبح مسار استياء في وسط القوى السياسية. إذا يريد المبعوث الأمريكي فعلا تحقيق سلام في السودان فعليه أن يخاطب مباشرة المدنية العامة الولايات المتحدة المجلس السياسي، وعليه أن يخاطب الحل السياسي. أستاذ الطاهر، دعني. نعم، القوى هذه القوى السياسية جزء من الكل، وقوى الحرية والتغيير جزء من الكل السياسي، وليست هي التي تصنع القرار في السودان الآن، ولن تصنع القرار وحدها في المستقبل. قوى الحرية والتغيير صحيح هي جزء من المكون السياسي في السودان، ولكنها ليس كل المكون السياسي. إذا أراد هذا المبعوث حلا سريعا وشاملا للأزمة السودانية، عليه أن يقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية، وعليه أن يخاطب الميليشيا الدعم السريع بتنفيذ إعلان جدة، المعروف للجميع بأن من يعرقل الوصول إلى السلام والمفاوضات هي الميليشيا بعدم تنفيذها إعلان جدة. كما تعلم ويعلم الجميع بأن هنالك اتفاق تم التوقيع عليه في جدة، وأن تنفيذ هذا الاتفاق هو المضي خطوة أخرى نحو مرحلة أخرى من مراحل السلام. الميليشيا تمانع وترفض وتكاد أن
يعني حتى لا تعترف بهذه الاتفاقية. أمريكا وسيط أساسي في اتفاق جدة على المبعوث الأمريكي. طيب جميل أستاذ طاهر، فقط اسمح لي، مخاطبة يعني الميليشيا بتنفيذ الاتفاقية. هذا نعم. جيد جدا. زيارة بيريلو اليوم تشمل دول جوار السودان ومن بينها مصر والسعودية، ونحن لدينا اليوم نقاط منبر جدة ومخرجات منبر جدة جاهز، وبالتالي يمكن العمل على هذه الزيارة، ولربما يتم تقديم من جديد هذه النقاط ليتم تطبيقها على أرض الواقع وتهدى الاشتباكات. نعمل ذلك. الموقف الحكومي المعلن واضح هو أن أي خطوة نحو أي تفاوض يجب أن تبدأ بحيث انتهت اتفاقية جدة. لو خطأ هذا المبعوث الأمريكي أي خطوات جادة نحو تحقيق نحو تنفيذ اتفاق جدة، فالحكومة السودانية لن تمانع في العودة إلى جدة واستئناف المفاوضات حتى تصل إلى السلام. ولكن ما لم يتم تنفيذ إعلان جدة، فالحكومة السودانية كما أعلنت أكثر من مرة بأنها ترفض أي مسار جديد وخاصة المسار السياسي. ما لم يتم الآن، الأولوية للشعب السوداني ليس أن يحكم حمدوك أو غير حمدوك كما ذكر تقريركم. طيب ألا يمكن أخذ منبر جدة اليوم أساس والعمل عليه حتى يرضي جميع الأطراف؟ الآن الأولوية للشعب السوداني هو السلام. طيب جميل، يمكن العمل على منبر جدة اليوم كونه موجود وحاضر واتفق عليه الدعم السريع والجيش ليكون منطلق أساس ثابت يمكن إرضاء الطرفين من خلاله، كون المنشود هو السلام. نعم، هذا هو الموقف المعلن، هذا هو الموقف المعلن والذي لم يتراجع عنه السيد الرئيس المجلس السيادي. متى ما شعرت بجدية، متى ما شعرت الحكومة السودانية بجدية الميليشيا وبجدية الوسطاء وبجدية هذا المبعوث في تنفيذ اتفاق جدة، فإن الحكومة السودانية لا تمانع في المضي نحو السلام. ولكن ما ترفضه الحكومة السودانية هي فتح مسار جديد وخاصة المسار السياسي. نحن نلاحظ أن هذا المبعوث يتحدث كثيرا عن السلام وعن مرحلة عن السياسة، يعني كل حديثه حديث سياسي ويتحدث عن حكومة مدنية وحكومة وغيرها. ولكن الآن ليس وقت حكومة مدنية وعسكرية، الآن الأولوية بالنسبة للشعب السوداني هو إنهاء التمرد وتحقيق السلام. عليه أن يقدم الأولوية هي كما ذكرت إنهاء التمرد وتحقيق السلام. متى ما تم إنهاء التمرد وتحقيق السلام عبر جدة أو غيرها، فأن الشعب السوداني هو الذي سوف يقرر مصير المرحلة السياسية سواء كانت بحكومة مدنية أو انتخابات وغيرها، هذا لا خلاف عليه. لكن الآن الخلاف الأساسي، لماذا يحوم هذا المبعوث حول الحمى ولا يريد أن يخاطب جذور الأزمة بشكل مباشر، وهي الدعوة أو الضغوط ممارسة الضغوط على هذه الميليشيا حتى تلتزم بإعلان جدة. من القاهرة الكاتب الصحفي السوداني طاهر ساتي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات.